اهلا بحضراتكم معانا في قناه الابيض تي في وحلقه جديده من حلقات التوقعات. النهارده معانا حلقه توقعات ميشيل حايك للدول الاجنبيه لعام 2022. لو انت جديد معانا اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول، وياريت تعمل لايك للفيديو وتوصله لاكبر عدد ممكن من اللايكات عشان يوصل لكل متابعي ومحبي التوقعات في العالم. بيتوقع ميشيل حايك ان اشارات مبهمة للشيء بيشبه الشؤم واللعنة والنحس على الرئيس جو بايدن ونائبته، واحداث غير مسبوقة في امريكا بيولعها طابور خامس بيحاولوا كمان يحملوها للرئيس ترامب. شرارات بتعكر اجواء الولايات المتحدة الامريكية، مصدرها عالم كرة السلة. توم كروز بين الشهرة والصدمة، وقصة غريبة في نيويورك تحديدا بكنيسة سانت باتريك وحرمها. صيد ثمين في حديقة البيت الأبيض، وأيضا حجم الانتظارات بيجعل أوبرا وينفري في حالة تأهب. بيخسر شارع فيث أفينيو في مانهاتن نيويورك علامته المميزة والفارقة لبعض الوقت. الخضة الكبرى هتكون في واشنطن، وأحداثها ظاهرة للعلن وأسبابها عديدة ومتشابكة في بعضها. مفاجآت بتقترن للوهلة الأولى باسم آيلون ماسك. بيتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لكسر آخر وإصابات وكسور أخرى في عام 2021، والجو مخروب، ليست طائرة أو صاروخ أو أي شيء، لكن الرادار يلتقط إشارات من أطباق فضائية والوجهة مجهولة. من بين كل المدن الأمريكية بروكلين وضواحيها هيكونوا بالضوء. بينصاب السلاح الجوي الأمريكي بهستيريا وحنراها بوضوح. إعصار سياسي بيجتاح أمريكا وعلى طريقه بيخسر وبيربح في نفس ذات الوقت، وكمان مرة ترامب بيسلم وما بيسلم في نفس ذات الوقت. مراسيم وقوانين ترامب الأخيرة مثل قوانين العفو بتولد عاصفة داخل دايرة الحكم. مجلة تايمز اللي اختارت بايدن كشخصية عام 2020 هتختار ترامب كشخصية عام 2021. أمر بيشوه بهجة فوز نائبة الرئيس بايدن بطريقها، وبركان بيرافق عملية فتح الملفات اللي صارت في 11 سبتمبر من جديد وبيولع الدنيا. كمان من توقعات ميشيل حايك لتركيا، بيتوقع ان تركيا مش ثابتة، تركيا هتهتز. تتوالى أحداث وغليان بيخضوا إسطنبول وبيطال صداها لأهل الحكم. هدف بيتسجل لصالح زعيم المعارضة التركية، والهدف بيقربه أكتر من الخط الأحمر. موجة مضادة بوجه شهرة الشيف بوراك، وقرب الوقت عشان يخلص أحد مسارات أردوغان. من توقعاته كمان أن المعارض الروسي هيسجل كذا نقطة، والنقاط دي هترسم حوله دايرة جديدة من الخطر. بيترفع الغبار عن ملف الجاسوس الأمريكي سنودون اللاجئ لروسيا، وانكشاف حلقة من مسلسل الإرهاب الضخم على الأراضي الروسية. سلاح الغدر موجه إلى بوتين، والهدف الجوي هويته روسية. من توقعاته أيضا لفرنسا، بيتوقع كمان مرة بيدج اسم الطبيب الفرنسي راؤول ديديه، لكن بخبر بيلفوا الغموض. الشرطة الفرنسية هتكون هي المحور ليها ومنها وعليها من قضية لقضية، وهتكون كتير مستهدفة. من توقعاته كمان ان هيمسك الرئيس ماكرون من دفتر المحاسبة، وكل خطوة من خطواته هيكون ليها تمن. بعض السواد بأفق فريق سان جيرمان، رئيس بلدية باريس تحت المراقبة وبعين الملاحقة. الأحداث المقبلة على فرنسا مخوفاني، أحداث هتختصر كل المشهد، إرهاب، انتقام، نار وحجز حريات. اعتداء سافر على شخصية غير فرنسية على أرض فرنسا. خسائر فادحة بمتحف اللوفر. أما توقعاته لبريطانيا، فبيتوقع أن المغني إلتون جون بيهوي، وتين داونينج ستريت بيفقد سلامه لبعض الوقت. مستجدات بتدعي جمهور مستر بيم للتأهب. الإرهاب بيلقن الإنجليز ببلدهم وخارج بلدهم بعض الدروس. حتى قصر باكنغهام بيخترق،
وبينطلق العد العكسي بمستقبل اسكتلندا. برزنامة العيلة المالكة في 2021 أكتر من ورقة سوداء، ويوم بعد يوم بتتساقط واحدة ورا التانية. حالة الطوارئ بعالم الطيران البريطاني، ومش هيقدر جونسون يأمن لنفسه حزام الأمان من سلسلة أزمات. أما توقعات ميشيل هايك لألمانيا، فبيتوقع أنها هترجع ألمانيا تتصدر كرة القدم الأوروبية، وتحركات شبابية ذات نزعة نازية داخل ألمانيا وخارجها. أنجيلا ماركل بدون علمها أنها بدايرة الخطر بتعرض نفسها لأكبر المخاطر، استهداف أماكن عامة وذعر بالشارع الألماني. كمان بيتوقع ميشيل هايك أن اسم الفنان العالمي خوليو بيملى الزمان والمكان، وأهداف غير رياضية على الملاعب الأسبانية، منعطف مفصلي دقيق بمسار ومصير زين الدين زيدان، نكسة بالسياحة وذات صلة بعالم البحر، وبانتظار إحدى السفن السياحية قصة كبيرة، إصابة بخاسرة برشلونة الفريق والمدينة، الشر بيتربص وبيشوه كنيسة ساجرادا فاميا. أما أهم توقعاته لإيطاليا، فبيتوقع زيارة بابوية بتحمل علامات استفهام وبتفتح عدد من الملفات من خلال هذه الزيارة، وبابا السلام بقلب المغامرة وبمكان ما بيتعكر سلامه. موجة استنكار وغضب على حدث مرتبط بساحة القديس بطرس وبولس الفاتيكان، مخطط إرهابي بأيدي الاستخبارات، اهتزاز معالم معروفة عالميا. أما أخطر توقعاته لسويسرا، فبيتوقع أن سويسرا بانتظارها هزتين، واحدة في عالم المال والبورصة والبنوك، والتانية في عالم الاستقرار والأمان، وأيضا عدد من الحوادث حيكون غريب على الشارع السويسري. من توقعاته أيضا لأستراليا أن اسم جونيا أسونغ بيدوج من جديد في الشارع الأسترالي، وويكليكس إلى الضوء من جديد. رح تشرق أستراليا الوهج العالمي بالرياضة، الشرطة الأسترالية بمواجهة مخطط إرهابي كبير، الصناعة الدوائية الأسترالية حتدهش العالم، ومؤسسات دينية ورجال دين لبنانيين حيكونوا بالضوء بين لبنان وأستراليا، انتشار خبر محزن عن وجه معروف جدا بصفوف الجالية اللبنانية. رئيس الوزراء الكندي بمشهد استثنائي قريب من مشهد انتقامي. أمر طارئ بمسار ومصير إحدى الطائرات. الجمال اللبناني العربي بمحطة ملفتة بكندا. ضجيج إعلامي واسع مرتبط بإعلام لبناني بيشتغل على خطين، لبنان كندا وكندا لبنان. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل هايك للدول الأجنبية وتوقعاته لـ 2021 و2022. بشكركم على حسن متابعتكم، وما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، وهنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.